معرض تجهيز فوتوغرافي تفاعلي في الفراغ، ده تعريفه. وهو عبارة عن 12 مكعب عليهم 6 صور، لأن المكعب بيشيل صورة واحدة من كل وش. وفكرته اللي هي اللعبة البسيطة اللي هي مجموعة مكعبات بترصهم جنب بعض يكملوا لك الصورة. دوت مستوى يعني اللي هو الجزء اللعبة اللي فيه. في ناحية تانية ان هم 6 صور من مصر بيوضحوا صور او حاجات ملقوطة في اماكن مختلفة متباينة قوي، وبيطرحوا يعني تساؤل يعني عن وجود المشاهد ديت كلها داخل بلد واحدة. ده التساؤل اللي بيطرحه المعرض من خلال الصور نفسها. وفكرة اللعبة ان الصور دي تتجمع مع بعض ازاي، وممكن يبقى فيها لو عملت تبديل وتوافيق في وضع الصور مع بعض تدخل صور في بعضها بطريقة غريبة. وفي نفس الوقت في جزء تاني مهم من المشروع دوت، ان انا عامل اللعبة او المكعب الفني دوت كإعادة صياغة للمنتج الفني نفسه. يعني المنتج الفني هنا هو مش الصورة، الصورة نفسها منتج فني، بس في منتجات أخرى يعني طالعة من خلال المشروع دوت. اللعبة اللي هي بياخدها أي حد ويقدر يقصها ويلزقها ويعمل المكعبات بنفسه. واللعبة ديت يعني منتج سعره رخيص، ينفع من خلاله أنشر أكتر فكرة الفن وأخرج بيه من المساحات المغلقة بتاعته لمساحة أوسع شوية، لأن الناس تقدر من خلال لعبة تقرب من الفن شوية أو يعني تستمتع بيه.